بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي، اليوم هندرس مادة الرياضيات، وعنوان درسنا اليوم جمع ثلاثة أعداد كل منهما مكون من رقمين. فكرة درسنا اليوم يا أبطال أن أجمع ثلاثة أعداد يتكون كل منها من رقمين على الأكثر. أستعد. معي 36 قرصا، وأنا معي 14 قرصا، وأنا معي 24 قرصا. هيا نجمعها معا، يعني هنجمع 36 و 14 و 24. أجد ناتج 36 زائد 14 زائد 24. الطريقة الأولى يا أبطال، أبحث عن 10. طبعا عندنا هنا بنجمع أول شيء زي ما تعلمنا الآحاد للأرقام على اليمين، هنبحث عن 10، هنلاقي 6 زائد 4 تساوي 10، بعد 10 زائد 4 تساوي 14. اهو هنجمع 6 زائد 4 تصير 10، بعد 10 زائد ال 4 اللي هنا تصير 14. طبعا بنكتب ال 4 ومعنا ال 1 نجمعه على العشرات. 1 زائد 3 4، 4 زائد 1 5، 5 زائد 2 تصير 7، فيصير الناتج 74. الطريقة الثانية، أبحث عن عددين متساويين. هنلاحظ هنا إن إحنا عندنا هنا 4 و 4 نفس العدد، هنجمع 4 زائد 4 تصير 8، وبعدها هنجمع 8 زائد 6 تصير 14. هنكتب طبعا يا ابطال ما نكتب ال 14 كلها، هنكتب ال 4 ومعنا الواحد هنا نجمعها على العشرات. 1 زائد 3 4، 4 زائد 1 5، 5 زائد 2 تصير 7، يصير نفس الناتج 74، نفس الناتج بتاع الطريقة الأولى. فبنستخدم أي طريقتين، الطريقة الأولى من إما نبحث عن 10 أو الطريقة الثانية نبحث عن عددين متساويين، كلاهما يصير نفس الناتج اللي هو 74. طب نفتح كده مع بعض يا ابطال الكتاب المدرسي على درس اليوم والناظر فيه اتاكد. بيقول لك ابحث في منزله الاحاد عن عددين مجموعهما 10 او عن عددين متساويين واحوطهما ثم اجد ناتج الجمع. السؤال الاول، 14 زائد 9 زائد 31. هنا يا ابطال طبعا هنضع دايره على التسعه والواحد علشان بيصيروا 10، 10 زائد 4 تصير 14، ما نكتب ال 14 كلها، 4 ومعنى الواحد على العشرات، 1 زائد 1 2، 2 زائد 3 تصير 5، فيصير الناتج 54. السؤال الثاني، 32 زائد 42 زائد 16. هنجمع ارقام العلمين حاجة الاحاد. طبعا 2 زائد 2 4، 4 زائد 6 تصير 10، ما نكتب العشرة كلها، هنكتب صفر ومعنى الواحد على العشرات، 1 زائد 3 4، 4 زائد 4 8، 8 زائد 1 تصير 9، فيصير الناتج 90. السؤال الثالث، 32 زائد 33 زائد 13. هنجمع الارقام اللي على اليمين حاجة الاحاد، 2 زائد 3 تصير 5، او ممكن نجمع الرقمين المتساويين هنا، 3 زائد 3 تصير 6، 6 زائد 2 تصير 8، نكتب 8. بعد هنجمع العشرات، 3 زائد 3 تصير 6، 6 زائد 1 تصير 7، فيصير الناتج 78. السؤال الرابع، 42 زائد 8 زائد 36. هنجمع 2 زائد 8 علشان يكونوا 10، 10 زائد 6 تصير
16 ما نكتب ال 16 كلها 6 ومعنى الواحد مجمع على 10 1 زائد 4 5 5 زائد 3 تصير 8 فيصير الناتج 6 ل 80. السؤال الخامس أتحدث ما وجه التشابه بين جمع عددين يتكون كل منهما من رقمين وبين جمع ثلاثة أعداد يتكون كل منها من رقمين. طبعا يا أبطال إن احنا وجه التشابه إن احنا بنجمع في كليهما الآحاد أولا، بنجمع أول شيء الآحاد ثم نجمع العشرات، بنجمع أول شيء الآحاد اللي هي الأرقام اللي على اليمين وبعدها نجمع العشرات اللي هي الأرقام اللي على اليسار. وبكده نكون انتهينا من درسنا اليوم يا أبطال، وشكرا لحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.